وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الأهلي يستكمل انتصاراته في الدوري بالفوز على إنبي 4-1. من الأخبار، الأهلي يسحق إنبي برباعية ويغازل القمة. أما من الجمهورية، فالأهلي يهزم إنبي 4-1 ويدق طبول قمة الدوري. ومن الشروق، قطار الأهلي يدهس إنبي برباعية. أما من المصر اليوم، فالأهلي يعزف لحن الرباعية في شباك إنبي. وفي الجول، الأهلي يعزف سيمفونية رباعية تدمر إنبي وتمهد الطريق للوصافة. من يلا كورة، الأهلي يضيق الخناق على الإسماعيلي مواصلا زحفه نحو الصدارة باكتساح إنبي. ومن يورو سبورت عربي، الأهلي يكشف سر رباعية إنبي وطموحات عرش الدوري. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.